مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي جيم يوني؟ ما هي ميزات جيم يوني؟ ما هي جيم يوني؟ تقوم جيم يوني ببناء منصة ألعاب NFT لا مركزية من أجل اللعب الكسب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ألعاب ممتعة وسهلة. يمكن للمستخدمين اللعب والكسب في تقنيات لعب متعددة والاستمتاع بالمزايا المتنوعة، فضلا عن التواصل مع لاعبين آخرين حول العالم. ما هي ميزات جيم يوني؟ يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب العرضية والألعاب المميزة التي تسبب إدمان أثناء تحقيق الدخل من تجارهم مع مكافآت منصة الألعاب ومعاملات NFT. يتألف الجيم يوني من نظامين بيئيين: رمز الجيني ورموز المكافأة. تهدف الجيم يوني المبنية على باينانس سمارت تشين إلى الاستفادة من تجارب مجتمعات الألعاب المتنوعة من خلال ميزات البلوكشين الجديدة. تم إطلاق الجيم يوني في عام 2021، وقد تم تأسيسه من قبل فريق مؤسس يتمتع بخبرات واسعة في مجال التكنولوجيا والبلوكشين. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.